مواليد محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو فاهمين الطرح متران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كورة باللاستوس في سبور بلوس اللعبة تقول ما 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 توس شيخة بالكرة والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسه الضيف الكابتن حسني سبي سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع لما يشاتش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيوفها بكاتش والدخلة بالبنادر بوسي الدفاتر العليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيكو حبكة لعبنا له فكة كورة في الشبكة نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع مفيولة سميت الناس الكل حط الرفرانس كولا أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوذة وخماضة هوني في الأستوديو اي اف ام سبور بلس ايمن زاروق حوصل لاهم الاحداث الرياضيه في ال 24 ساعه 7:06 دقائق على اي اف ام احلى راديو مساء النور اهلا وسهلا بالجميع وعسلامتكم في عدد جديد من سبور بلس اليوم نهار الاثنين 22 مارس 2021 بدايه اسبوع سعيده موفقه ان شاء الله نتمنوها للجميع ونحن في موعدنا المتجدد والمتواصل سويعة من زمان نرجع على اخر واهم الاخبار والتصريحات الرياضيه في تونس وكذلك في العالم تحية كبيرة للي يسمعوا فينا داخل تونس وخاصة خارج تونس لذلك تسمعونا وتتابعونا وتتفرجوا فينا 24 ساعة على 24 على الـ EFM TV على اليوتيوب مرحبا بالجميع في EFM سبور بلس اليوم نحكي عودة بكل التفاصيل على مباريات الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المباريات لاستنتاجات التحليل الفني والتصريحات وكل ما في علاقة بالجولة 20 من البطولة كذلك اليوم الموعد مع النقطة الصحفية للمنتخب الوطني التونسي باش نسمع تصريحات المدرب المنذر الكبير وكذلك بعض من الملاعبية وبعض القراءات والاستنتاجات وكذلك دعوة بعد فوسيني كوليبالي زوز ملاعبية تقع دعوتهم لمنتخباتهم الوطنية سليمان كوليبالي وعبد القادر بدران هذا وغيره من الأخبار والمسجدات تحية كبيرة برشا للكيب في الإعداد عزتويتي في الإخراج بشرة سعيد في الإعداد والعمل الصحفي إيمان رابح وإم رابح وإيمان الجدي في الديجيتال والإخراج الرقمي وإيهاب كذلك اليوم تحية لي في الإخراج الرقمي وأحمد شورة في السيت ويب وأنا أيمن زروق بشرفقكم دونك حتى الثمانية متاع الليل وموجودين معايا في البلاتو الثنائي ولأول مرة باش نعطيو شارة القيادة لفراس الكافي مساء الخير مرحبا فراس مرحبا مرحبا بيك أيمن ومرحبا بحسين مرحبا بالمستمعين الكل أنا كما كون نهار اثنين موقونا بشر الدواء السنة حميدة فما رابور اللي خرجوا الأوبسيرفاتوار دي فوتبول ننصح مستمعينا يمشيوا يقراوه مرصد كرة القدم مرصد كرة القدم فوالا العالمي يرصد المرصد يرصد عمل حساب على السيزون الأخرانية في البطولات الأوروبية منين يجيوا الملاعبية قبل ما يوصلوا للخمسة البطولات الكبار في أوروبا آخر إتاب قبل ما يمشي يلعب في إيطاليا ولا ألمانيا وكذا ونقرأ في الأرتيكل ونخمم وين ملاعبية التوانسة كي يبرزوا وين يمشيوا البطولات هما هولندا بلجيكا بورتغال وسويسرا نجم نخمق آخر جوار تونسي مشي البطولة من بطولة ذوما قداش عنده صافي لازمنا نلوجو بالكدا باش نرجع سويسرا نمشيوا لها كمان لا نحكي لك على السنوات الأخيرة وهذا يوري قداش زاد أزمة الكرة التونسية في التالون العوام الأخرى كبيرة برشا ما فماش دوكيمونتير دونك اليوم تلقاو جماعة جاي مش مشكلة فما دوكيمونتير هي البرشا على نتفليكس نتاع بولي تنصحكم تتفرجوا فيه حاجة ممتازة جدا إخراج وإعداد واللي تحب عليه كله نرجع له بأكثر تفاصيل على البيوغرافي نتاع بولي معناتها من ولادته وحتى اعتزاله كرة القدم وثم هك الزوايا والخفايا اللي تغيب معناتها أور الكادر نتاع كرة القدم حبي غارينشا تغشوا خاطر راهو أنه غارينشا ما خذاش البلاصة شوفوك لك الروبريك كذلك البارح زاد في الإر إم سي تفرجت في دوكيومونتير على بوكيتينو مع توتنهام بوكيتينو كيفاش بدايته في الأرجنتين من البداية اللوم ما بينات المدرب والشخص فوالا وكيفاش يكادري الملاعبيه وكذا مرحبا بك فراس الكافي مرحبا كذلك بحسام الحاج علي مساء النور مرحبا حسام مرحبا ايمن فراس سمير الكابتن نادر كل المستمعات والمستمعين في ديارهم في كراهبهم في تونس وخارج تونس في فورماش نحوالك الحمد لله ايمن نحب نستسمعك في
جزء شويه من الحصه باش تعطينا دوكيومونتير كيفاش. اي هو دوكيومونتير لا محل لازم تقول دوكيومونتير. انا ربي تستر تخوفني راك تقول لي نستسمح. لا لا ما تخافش لازم نطلب منك ايفن خاطر عندك رانين جوردر نتاعك وعندك اي مش مشكل. شوف انا خممت برشا وما كنتش باش نتكلم لكن الامور فادت حدها. ما راعني كان نهار الجمعه معناها هو ثم برنامج صار في قناه حنا بعد نهار الجمعه ونهار السبت بعثوا لي فيديو ثم شخص معناها تكلم في شخصي بطريقه ما تليقش ونورمالمون انسان في سنه ما يتكلمش باللغه هذه. ما نحبش نسميه شكون انا تو الناس تعرف. على اساس انا في حصه من الحصص مع بعضنا ايمن سالتني انت وقتها نشكره في منتخب الاواسط في كاس العالم وقلنا وصل لدور النصف النهائي ولا النهائي وقتها ونشكره على مير كانزاري والمدير الفني ودرجنوا قلت لي انت ومعهم اختارت ليلي. قلت لك انا في باليش معنى اللي هو في ستاف تكنيك ما سمعناش نعرف احنا ثم مدرب ومساعد مدرب ومعد بدني ومدرب الحراس يعني انت تو تحكي على مختار تليلي وعلى اللي قالوا على حنبا في حنبا عليه. قلت انا يكون مشي حوس وماهيش راني مانيش نتمقعر ولا نفدلك. قلت بتاتر مشي باش يشوف ويتفرج في كومبيتيسيون مادام ما عندوش دور ما عنديش كان ينجم هو يخرج يقول اللي ما يعرفوش راني انا مستشار كما قال انا مستشار المدرب بالرغم اللي انا ما نعرفش راهو في راس من عام 70 تبع الكوره من عام 71 تولدت تقول من عام 80 تبع الكوره لليوم عمري ما سمعت دور مستشار نتاع مدرب في حتى ادجوان ثم ادجوان وثم مدير فني اما مستشار معناها المدرب يجي يستشار يستشيره في شنو. انا تفرجت فيها الفيديو سمعت الكلام اللي قاله مختار تليلي قال هذا قليل حياء وقال انا سيد سيدو وقال انا نكره وقال انا فاشل وقال انا اعداء النجاح وقال حسيلو كلام لمجرد انك انت تسألت شو يعمل في موريتانيا. انا نحب نقول حاجه واحده الناس الكل تعرف اخلاقي وتربيتي خاطر تربيت في عائله كبيره وعمري ما نقول كلام خارج على نطاق الحدود وتربيت بابا وامي ربوني تربيه محترمه جدا وتربيت في جمعيه النادي الافريقي ربيتني احسن تربيه هذوما مدارس بالنسبه لي انا بابا وامي والنادي الافريقي. ثاني شيء يقول انا فاشل ونكره بتقدر هو حر في رايه. انا لعبت في النادي الافريقي سنوات عديده وفي احسن جيل في النادي الافريقي وفزت بالبطولات الكل وكنت مساهم فيهم لعبت في كل المنتخبات الوطنيه من الصغار حتى المنتخب الاول لعبت خارج تونس وكمحلل يقول نكره وفشله وفاشل اللي عمل 11 سنه في بين سبور في احسن قناه رياضيه في العالم وشاركت في كل المسابقات الكبيره في العالم وخالطت لي بالون دور ومعاهم في نفس الاستوديو من مورينيو لارسن فينغير لجورج ويا لسكيلاتشي البابا الالتوبيلي ابطال العالم لكل فرد استوديو وقعدت معاهم كان هذا فشل ولا انا نكره مش مشكل. ثاني شيء اللي يقول انا اعداء النجاح كان النجاح يتقاس بالدجل والشعوذه وشريان وبيعان الماتشوات انا نتمنى نقعد فاشل كان هذاك هو النجاح خاطر اليوم انت في تونس كي تسمي شخص هذايا شنو ديريكتومون وحتى في الزيون يسالوه يسالوه على قداش بعت وشريت من ماتش. انا على الاقل نفضل روحي فاشل ونكره ونقعد نضيف حتى حد ما يقول عليا كلمه فقط انا راني قائما رديت قوس رديت على خاطر راني في حياتي عمري ما جبت حد ونسكت عني كلمه اخيره قبل ما ننسى خاطر الانسان ايمن اللي يدخل او يطيح من قدر اسطوره كره القدم التونسيه طارق ذياب ويتكلم في حاتم الطرابلسي ويتكلم في مراد محجوب ويتكلم في خالد بن يحيى واحد من ابرز المدافعين اللي خلقتهم تونس ويتكلم في يوسف الزواوي ويتكلم في هذوما الكل وجمعيته اللي هو يقول جمعيتي ما سلمتش منه وخرج سبها في المباشر دونك باش يقول كلام علي انا ماهوش غريبه اللي يقول كلام في كل اساطير تونس ما يسلموش منه وجمعيته بيدها دونك نخير روحي انا كما قال هو نكره اما نقعد الناس الكل تقول انسان متربي وانسان متخلق. هو انا شفت الفيديو في قناه حنا باع الحقيقه الكلام هو معناتها ينجم ما يعجبوش الكلام اللي انت قلته فيه معناتها ولا حتى انت ما قلت حتى كلام هو يحكي على بلاتو كلام تقال في البلاتو هذايا هو الحقيقه كان انت علقت عليه في بلاتو اخر ما كنا لكم معناتها ممكن نقول لك حاجه ما تعنيش لكن كان هو تساؤل معناتها وقتها نحكي على منتخب الاواسط معناتها على شنو يعمل مختار تليلي ميساج ما فيها حتى شيء معناتها انه تخرج وتقول راني انا مستشار وفي الموضوع وفي
فيها حتى شيء. ما علاش استعمال الكلمات وقيل حياة ومش متربي وانا سيد سيدو ما فهمش علاش وانا ما نتفرش فيه ويكسر لي راسي وهذوما اعداء النجاح ما فهمش علاش باش نخرجوا ناخذوا اخر اخبار الطرقات لنفترة فيك مع صديقتنا ايناس وباش نرجعوا ونبداو ان شاء الله في حصتنا دونك كما قلنا بعد شويه باش نسمعوا شنو قال المدرب مضر الكبير في اول تصريح ليه حول قائمه المنتخب كذلك باش نحكي ونرجعوا على كل تفاصيل الجوله 20 من البطوله هذا الكل بعد لنفترة فيك مع ايناس سبور بلس من 7 ل 8 تاع الليل رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:17 دقيقه بعد شوي باش نحكيوا على البطوله لكن البدايه بالمنتخبات الوطنيه وليجورني فيفا لافو دو جور بعد شويه باش نحكيوا على الندوه الصحفيه وبليتو هي النقطه الصحفيه صارت اليوم العشيه في الملعب الاولمبي بالمنزة باش نسمعوا تصريحات للمدرب منذر الكبير كذلك محمد علي بن رمضان لكن خلينا نبداو بمنتخبات جيرانا اللي عندنا بهم رابط غير مباشر باعتبار انه وسط الاسبوع الفارط تحدثنا على دعوه فوسي نيكوليبالي للمنتخب الايفواري زوز ملعبيه كذلك تقع دعوتهم الى منتخباتهم الوطنيه نحكيوا على سليمان كوليبالي مهاجم النجم الرياضي الساحلي كذلك في المنتخب الإيفواري وعبد القادر بدران مدافع الترجي الرياضي التونسي اللي وجه له الدعوة جمال بالماضي تعليقكم على الخبر هذا اللي زعما تكون وينهم هما اليوم انا شويه مشي مو مش مشكله جادوغ جيم تبكي في راس لا حاجه باهي انه البدران مثلا اللي هو استنى الكونفوكاسيون عنده اشهر معناتها مبدئيا كان يكون موجود في لي راسومبلومون اللي فات ومردوده مع الترجي من اللي جاء كونستان ولا ركيزة من ركائز دفاع الترجي في الإعلام الجزائري يقولوا مثلا كان من باب أولى أنه الديفنسور سنترال تاع مولدية الجزائر اللي هو في الأربع جولات الأولى مارتين كان في الليكيب تيب نتاع الكاف هو كان من باب أولى أنه يمشي لكن نتصور أنه البدران معناتها بالماضي أجوجي أنه هو كونستان أكثر سور لا دوري فهو يستحق أنه يجي قبل المنتخب والملاعب نتاع المولدية باش يجي في وقت لاحق نفس اللوجيك مع بنعمل واللي هو على فكرة مدافع عن المولدية أسويفر دو تري بري مدافع ممتاز جدا والبن عيادة نفس اللوجيك اللي هو زادا كان في قائمات قدم مي باساج نادي الإفريقي اللي هو ما كانش يلعب خرجوا شوية من الحسابات رجع كومبيتيتيف نتصور إضافة للمنتخب الجزائري اللي هو بكي منتخب تونس معناتها ما يلعبش في حاجة كبيرة في التريف هذايا بيسكو متأهل كوليبالي النجم الرياضي الساحلي سليمان اللي هو مع فوسيني نتاع الترجي كونفوكي القائمة الكوديفوار نتصور حاجة باهية أنه معناتها في منتخب كبير كيما كوديفوار رغم اللي مازال ما ترشحش في الجولتين هذوما باش يلعب الترشح نتاعو لكأس أفريقيا أنه زوج ضد النيجر وأثيوبيا ضد النيجر وأثيوبيا بون كوديفوار عندها 7 ومدغشقر 7 وأثيوبيا 6 دونك مازالوا جولتين كل شيء ممكن في أمر الترشح باهي أنه يلقاو رواحهم مع لاعبين يلعبوا نيفو انترناسيونال ممكن مانيش باش نستناهم هما لي تيتولير في المنتخب لكن يوري انه ماهمش بعاد برشا 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 على المستوى العالي وانه عندهم بلاصتهم في منتخب يلعب الادوار الاولى في افريقيا. حسام الحاج علي فوسيني كوليبالي بعده يجي سليمان كوليبالي بن عياد وعبد القادر بدران يظهر لي ما نجمو نحن ديما نحكيو على الاشياء السلبيه لكن حاجه كيما كانت نجم كانت تكون ايجابيه بالنسبه لبطولتنا خاصه الثنائي الحقيقه ليتوال والترجي الرياضي التونسي للجانب نتاعهم معناتها النيفو نتاعهم افضل من الباقي. اكيد دائما وانا قلتها الاسبوع الفارط وقلت لك هذا منتوج نتاع بطولتنا صحيح ثم برشا انتقادات على ملاعبنا على بعض المستوى الفني لبعض المباريات لكن هنا توري بطولتنا تخرج ثم شكون نوعا ما انتقد كلامي ايمن وقال لا راهو هذا مش منتوج البطوله هذا منتوج نتاع البطولات الافريقيه. ما نصورش انا مدرب منتخب الجزائري ولا منتخب الكوت ديفوار عيط على 3 و4 ماتشات تاع البطوله الافريقيه عيط الكوليبالي نتاع النجم الرياضي الساحلي على خاطر هداف البطوله التونسيه بيصير ورجع من بعيد كوليبالي ليتوار بعض الاحيان الناس ديما نعرفوا بطولتنا فيها برشا حاجات خايبين لكن فيها حاجات باهين تقعد ديما بطولتنا مستوى قوي قال فراس على بدران اللي في الصحف الجزائريه تكلمت على قلب دفاع مولديه العاصمه انا وجهه نظري مانيش باش نجاوب في بلاصه بالماضي اختار بدران خاطر يعرف المستوى تاع البطوله التونسيه اقوى برشا من البطوله الجزائريه بدران يلعب في نيفو عالي انا وجهه نظري المواسم الاخيره الكل ايمن تقريبا كل مباريات المنتخب الجزائري كنت نحللها انا ديما معايا رفيق صيفي لكن انا كنت دائما دوك نتبع برشا في المنتخب الجزائري انا اللي راه بدران اليوم في الترجي الرياضي
ينجم يلعب اساسي في المنتخب خاطر فراس حتى قبل بالعمري وقبل بالعمري مش قاعد يلعب مش قاعد يلعب ايه هو شكون يقعد بالعمري كوم. لا لا تعرف بالماضي راه انت انا نعرف بالماضي انا عاشرته في قطر برشا وحكينا وصحابنا ايه بالماضي اللي يلعب تيتولير في الجزائر خاطر بدراني ما عندوش بالماضي ما عندوش لسامي وقت اللي يحط ابراهيمي ويحط والناس ويحط سليماني على البنك ويلعب جوله تعرف الدوري القطري ما يلعبش ما يهموش اي وقتها هو يعني. في الكوب دافريك اللي هزتها الجزائر وقتها البليلي وقتها يلعب في الترجي وكان على البنك الاحتياط ثم ياسين ابراهيمي نتاع بورتو وسليماني يلعب بغداد بونجيح يلعب في الدوري القطري وادم وناس نابولي وكل قاع البنك دونك اليوم هو الجزائر وقتها كنت حتى وقت انا ورفيق صيفي نحكيو ديما عندهم مشكل في قلب الدفاع وقت اللي بالعمري جا كان مفاجاه راه ما كانش وعمل كوب دافريك كبيره حليش مشى عيسى مندي جربوا عيسى مندي دونك ما عندهم شكل قلب الدفاع اللي تقول لا البلاصه هذيك صعيبه ومع تعرف الكاليتي والشخصيه تاع بالماضي اللي شافه وتفرج فيه برشا ينجم يلعب معناها ماهيش غريبه انا كرا بدران اساسي في المنتخب هذا سليمان كوليبالي هو عوض سيباستيان الير مهاجم اياكس امستردام يعني انك انت تعوض مهاجم اياكس امستردام وكان يلعب في استون فيلا بمهاجم ويست هام الير كان في ويست هام قلت انا استون فيلا موزوز موزوز ما فرقش بين كان مع انطونيو ويست هام بعد اياكس امستردام معناتها تلعب في نيفو هذايا وقت اللي يصاب به فيروس الكورونا يقع تعويضه بلاعب في بطولتنا المحليه سليمان كوليبالي اللي الحقيقه متالق معناتها في وقت ما وقتها انتقدنا اذا بدايه الموسم توا ما نجوش نقولوا انه كوليبالي خايب معنا شو باش تفهم الناس ايمن رانا احنا ننتقدوا الاداء بيان سور ما نقولوش هذا اللاعب ما يعرفش يلعب ولا خايب ما دام جا سبدير عنده الكاليتي ننتقدوا وقت اللي الاداء كما بغداد منجح اول ما جاء انتقد كثيرا مش كيما من بعد وقت اللي هذه الكوره الناس تنتقد الاداء صراحه مره اخرى هذا به لبطولتنا انه نشوفوا بدران نشوفوا كوليبالي نشوفوا كوليبالي نشوفوا بن عياده وانا ناكد لك ثم رودريكو سي كذلك يلعب في البنين في منتخب البنين تاع ليبيا سولا والهوني سولا هنا لا ما هذوما باش يلعبوا كاليفيكاسيون الفكره شكونهم لي زانترناسيونو تاع البطوله معناها حبيت نتمنى على جدد اما يكون كونفيرمي معناها ثم برشا كونفيرمي هذوك ما نحكيوش كوسي ويتيام دو فينال كوب دافريك مع البنين دونك في 2019 معناتها مش من توا دونك بطولتنا راهي تنتج وتخرج في حاجات باهيه اليوم المنتخب التونسي كذلك قداش من لاعب من الدوري التونسي؟ نعم بيان سور. ستاج اللي فات انتقدنا شويه انا بدي انتقدت قلت ثم ثلاثه بركة من بطولة اليوم ثم ثمانيه ولا تسعه يظل معناها سبيدين. حتى برشا زاد المحترفين البرا ذاك البرودوي نتاع تونس معناتها في الخبر كل يوسف المساكني يقعد برودوي تونس فرجاني ساسي علي معلول هذوما الكل برودوي معناتها بيرمون تونسي. حاجه باهيه وحاجه تفرح. باش نحكي على المنتخب الوطني دونك اليوم كان موعد مع نقطه الصحفيه للمنتخب الوطني التونسي التحاق 10 ملاعبين بطرابلس المنتخب تو بعد شويه نرجعوا باكثر تفاصيل لكن نسمع التصريحات منذر الكبير شنو اللي علق شنو اللي صرح اليوم حكى على عديد من التفاصيل بما فيهم الموضوع نتاع الملاعبين اللي يلعبوا في فرنسا والترخيص اللي اعطته لهم الحكومه الفرنسيه استثنائيه نسمعوا منذر الكبير في ميكرو زميلي محمد لادي بخوش برشا ناس يقولوا مقابله شكليه ومقابله طونجو نتاعها مش كبير بون سي فري الاهميه نتاع المقابله هذه مش كيما الاهميه نتاع المقابلات اللي فاتوا لكن نفس الناس اللي تتكلم على مقابله شكليه هما بينهم باش تقام اللي كانوا يقيموا في المردود الفردي والمردود الجماعي والاختيارات وكل شيء المنتخب التونسي اي مقابله لازم يلعبها لازم يحقق الاهداف نتاعو فما ستاتيو نحافظ عليها وتعبين عليها عوام باش حتى المنتخب موجود في المكان هذايا الاهداف على مستوى اختبار المجموعه هما ديجا جاهزيتها للاستحقاق هذا والاستحقاق اللي جاي وخاصة باش نقف على مدى جاهزية العديد من اللاعبين اللي كما لاحظت 31 لاعب تعتبر قائمة أكثر من العادة بخمسة لاعبين فيو اللي كونوا فما ملاعبية اللي موجودين في الدوري الفرنسي وكانت الوضعية تقريبا مستحيلة باش يجيو الجامعة الشيء اللي كان مستحيل ردته بوسيبل سوني با ايفيدون في 24 ساعة باش تحضر طائرة خاصة للرجوع نتاعهم على مستوى اللوجيك كانت عملية براتيكمون امبوسيبل زاد كيف اللاعبين قاموا بضغط كبير على الأندية نتاعهم ووراوا الاستعداد نتاعهم ويحبوا يلتحقوا بالمنتخب ويحبوا يجيو هذا ظن المنظر الكبير في جزء من التصريح الحوار كاملة تلقاوها على الباج اف ام سبورت دونك حكينا على الدعوه بلوتو التحاق 10 ملاعبين اللي هما اليوم اسامة الحديدي فاروق بن مصه محمد علي بن رمضان باش نسمعوا تصريحه بعد شويه محمد علي اليعقوبي محمد امين بن عمر وجدي كشريده ايمن دحمان فراس شواط نعيم سليتي وعلي العبدي فراس كيف
والله تا بون التصريح اللي قالوا كفيه شويه تناقضات كمقابله شكليه، اما اللي يقولوا شكليه هما اللي من بعد باش يقيموا الاداء الفردي والجماعي. بيان سور باش نقيموا الاداء الفردي والجماعي، ما كانت لا هو في راس شحب يقول ثمانيس قالت مباراة شكلية لعب صغار ويقول لك انا لعب من بعد ونجرب ونخسر تولي انتقادات، معناها مش تقولوا شكلية من شيرة ومن بعد لو حسبوني. لو انت كمدرب في الوضوح من الاول قول لنا راني باش نلعب بصغار، حد ما يلوم عليه. هو انا تفرجت البارح في الاحد الرياضي، المساعد مدرب عادل السليمي كان واضح في الموضوع هذا، قال راهو ما فماش لا شكلية باش نلعبوا باحسن تشكيلة، هذا مهمة سوى للكلاسمون فيفا، مهمة كذلك بالنسبة للميساج ادغيسي بالنسبة للمنتخبات الاخرى في علاقة بال الحق. اللي استنيته من التصريح هذا هو ليزوبجيكتيف الحقيقيين تاع زوج مقابلات هذوما، خاطر نعرفوا اللي في جوان باش ندخلوا في تصفيه جديده لكاس العالم. لا مش في جوان، في جوان في جوان في جوان كاس العالم في جوان، في جوان وعندنا كاس افريقيا في جان في جي، خاطر هذوما الفرص، فرصه انه يجيوك دو ماتش اميكو بين ظفرين في عام في معناتها في شكل مقابله رسميه ما تجيكش ديما. دونك انا الحق نستنى في شنو محضر منظر الكبير على المستوى التكتيكي، شكون الملاعبيه. انا عجبتني برشا في الليست انه ملاعبيه من منتخب الجونيور تمت دعوتهم انه يراو جو المنتخب باش يكون بالحق منتخب صغار اونتي شامبر نتاع منتخب الاكابر. نتصور انه نستناو اداء هجومي كالعاده، نفس مشكل المنتخب انه الاداء الهجومي هو اللي يطرح اكثر من سؤال. هاو عيط لبرشا ملاعبيه، ورينا شنو انت تتصور هجوم المنتخب في كل حال. ديما باش نستناو زوج مقابلات هذوما باش نجمو نخرجوا بالاستنتاجات ولا تساؤلات ولا لي كونكلوزيون معناتها بشكل عام بالنسبه للملاعبيه اللي وقع دعوتهم اول مره والانتيغراسيون نتاعهم كذلك على مستوى اللاعب. ديما هذا كله يقعد شيء مهم، وديما هذا كله معناتها يتحكي فيه في الصحافه في المنتخبات الكل، معناتها مش باش يعجب حتى واحد، ديما هذا مؤكد جدا. محمد علي بن رمضان كذلك كان حاضر بعد عودته للمنتخب الوطني التونسي، نسمع محمد علي بن رمضان. رجعنا للخدمه، رجعنا للرحمه، جروب باهي، جروب كل يحب بعض، وان شاء الله ديما نوريو جدا المنتخب وكل ماتش نحضروا بجديه، وان شاء الله نوريو حاجه باهي بكري. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله واحد يكمل كيما هكا ويزيد قدام، مازال برشا خدمه نستنى فيها، نستنى الناس الكل ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله باش نوريو هدي طيب، وان شاء الله معنا كل حاجه بلاصتها. انا في تونس توا باش ندافع على بلادي كيما يلزم، وان شاء الله معنا نقدموا طيب وربي يوفقكم. محمد علي بن رمضان يقول تركيزي منصب على المنتخب وعلى تونس في الوقت الطيب وكل شيء في على المنتخب وكل شيء توجيه في وقت هذايا. في سؤال واحد من زملائنا الصحفيين حول الكلام اللي قاعد توا يدور على بن رمضان اليوم، رمضان هو الناس الكل قاعد تحكي عليه سواء في الصحافه التونسيه الصحافه الاجنبيه. البارح كذلك ثم تصريح لسعيد السيبي مدرب الرجيش اللي اعلنها بشكل واضح، قال بن رمضان وقايد باش يخرج من تونس. هذايا الكل معناتها يقول شنو يقول بن رمضان؟ قلت التركيز نتاعي مصاب مع ليكيب ناسيونال، توا كان فما حاجه توجيه بطبيعتها يعني في المستقبل. وهذا هو اللاعب المحترف. صحيح ان اليوم الناس الكل تتكلم على بن رمضان، بن رمضان وجهه نظري في الوقت الحالي على قداش من جوله تعديت اليوم احسن لاعب في البطوله التونسي، لاعب كونستون، لاعب يعمل في الفارق سواء في البطوله التونسيه او حتى في المسابقات الافريقيه. اليوم اكيد الدوري التونسي كما قلنا تكلمنا قبيله على انه متابع اليوم من كل الدوريات، اكيد ثم متابعين، لكن اليوم هو ولد تونس، ولد الترجي الرياضي، عليه حاجه واحده يخدم على روحه، يحسن في ادائه، يثابر، ومن بعد كان ثم عروض حسين. الترجي الرياضي وهو يقع الحديث فيه الموضوع هذا، لكن هو اللعب عليه كان يركز على كورته. الكلام برشا حول محمد علي بن رمضان، هل هي حاجه ناخذها من الجانب الايجابي والا من الجانب السلبي؟ خاطر هنا السلاح ذو حدين، ثم برشا كلام على بن رمضان، هنا زاد نحكي راهو على صحافه، الصحافه المصريه، نعرفوا بالكدي بالكدي مش صحافه، ماكينه نتاع صحافه مصريه، زيد هو خرج وطلع وتكلم في قناه مصريه وجماهير الاهلي والزمالك ولات عركه توا بين الاهلي والزمالك، شكون باش يجيب بن رمضان؟ ولات الحديث حتى توا مع هل هذا ما ينجمش ياثر على تركيز نتاع الملاعبي؟ هنا تقعد شخصيه اللاعب، لونتوراج نتاع اللاعب، لاجون نتاعه، عائلته، المسؤولين، كيفاش يخليه، خاطر لونكادرمون مهم جدا، من اللاعب ما يهبلش ويدخل سايي ولا يعرف وقداش باش ناخذ شهريه وين باش نلعب، لا يركز على كورته وعلى هو بطبيعته. ما ثم لا ثم ترونسفير لا ثم شيء توا حتى لاخر الموسم. يلزموا توا من هنا لنهايه الموسم ونهايه الشامبيونز ليج يخدم على روحه 100%، ثم مباريات تاع المنتخب يلزموا يثبت انه ناجح في البطوله، ناجح في الشامبيونز ليج وناجح مع المنتخب
لما يشارك. انا بالنسبه لي انا عادي انه اللاعب كيبدا بارز وكيبدا يعدي مردود به انه تتكلم عليه الناس الكل، لكن اللاعب اللي بالحق ركز على ساقين يعرف ايش يجاري، خاطر هذيا راهو باش تمشي معها كاريره كامله، سواء بالباهي باش يشكروه، سواء كي ينزل مستواه باش يذبحوه، يلزمه هو يكون مركز ويفكر فقط في أدائه في الملعب وحياته خارج الملعب. بالضبط كذلك هنا الدور هام للترجي الرياضي التونسي إحاطة اللاعب ولحماية نفسه زاد الترجي الرياضي التونسي، لأنه كالسؤال الخبيث نتاع زملائنا في مصر نتاع إيه رايك لو جاك عرض من الأهلي والزمالك، نعرفوا كالسؤال هذاك معناها ونعرفوا الخدمة نتاع المسار وتوا زاد ولات ثم خدمة على حمد الهوني مع تحكينا من غير ما ندخلوا في التفاصيل، يعني ثم خدمة كاملة هنا للملاعب لازم يحط ساقيه على القاع، لازم يركز في الأوبجيكتيف اللي عنده مع المنتخب ومع فريقه ومن بعد هذا كله مؤجل. انا الحق على محمد علي بن رمضان يمكن معناتها نجم نسميه ان تالون جينيراسيونيل، انه في الخمس سنين الاخرى انه جور كيما هكا ورى بوتنسييل كبير ميم سي مازال الموسم ما نزلوش برشا ومازال اي، اما البوست نتاعو شنو هو كابابل انه يعمل في الميدان، شنو هو ورى الموسم هذايا وشكون زاد حب عليه عمناه ما ننساوش اللي هو زاد الى دودوا انه يمشي، بوتنسييل اللاعب ثابت هذايا ما فيش كلام، ابري فما الكونفيرماسيون اللي هو قاعد توا يعمل فيها وتمر مقابلات طيبه زاد مع المنتخب الوطني. انا اللي ممكن مستاء منه شويه انه احسن لاعب البطولة التونسية اللي تاب اللي بعدها هي الأهلي والزمالك، مش كاينه النجم نشوفه أكبر من هكا شوية، شكوننا نحن وشكون اللي تاب؟ لا معناتها نحكي لك أنه للصحافة المصرية هو استدعى في الصحافة المصرية هما من حقهم، أما نحكيه أنه يظهر لي الأمبيسيون تاع الملاعبي في العمر هذا اللي هو كما قلنا راهو بوست معناتها ياسر معناتها يلوجوا عليه في الأوروب وينجم يعمل كارير كما حكيت من الأول، هاو البطولات اللي تنجم بهم هما تتعدى للتوب 5 أوروبيان، وهذا شنو أنت قد عندنا ما ريناش لاعب تونسي يلعب في ليغ دي شامبيون فورمي في البطولة التونسية، ينجم يكون بالرمضان هو الملاعبي الجاي. اخرنا عبد النور فالفكره انه معناتها لازم يخزر ابعد من الاهلي والزمالك كثير، انه حكيت الامكانيات مجرد انه يخرج الصيف الجاي وكذا يعني. لوجيك الامكانيات الماديه اللي انا ما عندي حتى ما عندها حتى معنى انك تمشي للخليج، خاطر كي تمشي لاوروبا باش تاخذ نفس الفلوس باش تبدا الامور واضحه، دونك الملاعبيه يظهر لي ليهم هما لو تشالنج ماكش مطالب زاد باش تدخل برشا فلوس وانت عمرك 21 سنه، الكارير تتبنى انه الملاعبيه يخموا في كيفاش ينجموا يوصلوا لمستوى انترناسيونال، هذايا راهو الملاعبيه الكره كل كي كانوا صغار قاعدين يتفرجوا في تشيلسي وبرشلونه وهذاك الطموح نتاعهم، حتى حد ما الطموح نتاعه هو صغير في البطه باش يلعب في الضمك ولا باش يلعب في ابها ولا في دراوي، دونك ماذا بيا كان الملاعب يقعد يخمم انه البوتنسيال نتاعه ينجم يوصلوا لبعيد كان يخدم على روحه بالضبط. وكان يخلي معناتها كيفاه هي لي بيس سور تير ونتصور كيما جاتو عم ناول ديزوفر من ليغا كان يواصل السنة ويعمل مع باركور باهي مع الترجي ينجموا يجيو دي زوفر اكبر من هكا، خير من نيم وخير بكثير. من سانتيتيان وخير من كذا بكثير. واضح جدا محمد علي بن رمضان لاعب ممتاز جدا 21 سنه فقط رانا نحكيو معناتها 21 سنه يعني ديبيوت كارير معناتها مازالت المارج كبيره برشا نتاع انه يتحسن وانه يزيد يطور اكثر من هكا. بالتوفيق ليه، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي نذكروا في مواجهه ليبيا وغينيا الاستوائيه. باش نرجع نحكيو على البطوله البارح، هو البارح كان الموعد مع مباراة الجولة 20 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرقم نتاع اليوم في علاقة بالنجم الرياضي الساحلي. شيفر دو جور حسام الحاج علي نحكيو على اتريك جولة البارح، يسجل الجزائري طيب المزياني ثلاثية البارح للمزياني مع فريقه نجم الرياضي الساحلي في تطاوين، والهدف الرابع لطيب المزياني مع فريقه جديد نجم الرياضي الساحلي في ثلاثة مباريات لعبهم مع ليتوال. طبعا شوي نحكيو على الغيابات وكذا، وثم السؤال هل نجم الساحلي عنده الفريق اللي نجم يسمح له يعمل لي تورنوفر ولا لا، طبعا ناجلوا هذا من بعد، لكن خلينا نحكيو على طيب المزياني حسام الحاج علي. صراحة فاجأ الكل ليس بالأداء نتاعو لكن ما يسجل هاتريك، اللي نعرفوه طيب المزياني لاعب جناح فنيا مهاري يعطي أسيس التوزيعات مش لاعب الهداف. صراحة اللي شفته البارح أنا ما نحبش نحكم على جوار على ماتش، لكن نحب نحكم على كاليتي تكنيك لي كونترول اورينتي المراوغات نتاعو التسديدات هذوما نتاع عندك مهارة ولا ما عندكش، مش نتاع ماتش ولا مش ماتش، ما انا عندك ولا ما عندكش ورا. وحتى الماتش اللي لعبه في الترجي وقت ضد النادي الافريقي عمل ماتش كبير وكان تقريبا احسن لاعب في الماتش، من بعد ان با كونفيرمي حاجه اخرى. اليوم الطيب المزياني عمل ماتش كبير سجل هاتريك، لكن الفضل اللي هو لكن الفضل الاكبر وجهه نظري هو لسعد الدريدي اللي حطه كمهاجم، معناه مش سهل ويلعب جناح، وظفه في مكان اللي
كان برشا قريب للمرمى واستغل مهاراته وسرعته اللي باش يمشي طول للكاج مش باش يمشي للكورنير ويعمل توزيعة. صراحة عمل ماتش كبير، عمل ماتش، مي ديما نرجع نقول ما نعاودها كل مرة، الفو كونفيرمي، لازم ثبات في الأداء وفي تسجيل الأهداف. فراس، مهارة نتاع طيب المزياني موجودة وأثبتها حتى وقت اللي كان موجود مع الترجي الرياضي التونسي، والإكزومبل اللي قاله حسام واضح في الديربي اللي تلعب في المستير والماتش هذاك وحل بيبان وجناحات للناس الكل، ثم من بعد ما عرفنا شنو اللي صار مع طيب المزياني. المهارة موجودة لكن الأهم هو الكونسونس، وهنا الكرة عند طيب المزياني باش يثبت اللي هو راهو عنده هاك الكونسونس المطلوبة. فما حكاية الكونسونس، فما حكاية زاد الانفيرونمون دو كلوب. اش معناها؟ كي جاء طيب مزياني للترجي جاء من بارادو، كان مانيش غلط، فوالا اللي هي سانسون دو فورماسيون، اللي خرج دي جوار تري تكنيك اكسيتيرا، دونك لا فالور تكنيك تاع الملاعبي هي اللي خليته يجي للترجي. جاء للترجي اللي هو ياسر بيرفورمان، وصعيب انك تدخل في وسط افكتيف حاضر وبيرفورمان ويربح اكسيتيرا، اي سي بيردو في الترجي. في النجم الرياضي الساحلي لقى ان بوان، رغم انه خذا برشا فرص، ما نحكي لك اللي معناتها ملاعبي صغير زاد ينجم يصير انه ما يكونش معناتها. نعطيك اكزومبل، مثلا بن ساحه كان في الترجي خذا فرص كذا، هاو مشى للمولدية عمل 6 شهور الاولانيين، قلنا شكون الملاعب هذا يا اخي، اسكو هو هذا كان في الترجي ولا؟ اللي حبيت نقوله هو الميريت المدرب في شنو؟ انه خلى الملاعب كونسيرني، انه الملاعب معناتها المزياني حتى دوب ما جاء لاسعد الدريدي وفي الاطوال من اول السيزون كان يظهر يلعب شويه بنك شويه تيتولير كذا، انك تخلي الملاعب مونتالمون حاضر، انك تهبطه في ماتش تطاوين في تطاوين ماهوش اي ماتش زاد النجم الرياضي الساحلي اللي هو يلعب على تشامبيونز ليغ اكسيتيرا اكسيتيرا، انك تخليه كونسيرني وحاضر ويهبط يماركي ثلاثيه، هذايا نتصور انه زاد فما مؤشر نتاع ثقه بين المدرب صحيح والملعبي. انه المدرب مخلي الثقه للملاعبي باش نهارت اللي هبطوا رجع له الثقه هذيك على الميدان. جست حاجه اخيره وذا زاد على مستوى المهاجمين تاع البطوله، استنينا 20 جوله بشرينا اول تريبلي. بون في بالي في راس شواط سجل تريبلي في بالي، انتبهتوا معناتها البارح، انتبهتوا فيه. نحكيو على ليتوال، البارح لعب امام تطاوين بتشكيله تقريبا ثانيه، نجم الساحلي بغيابات عديده جدا ما بين الاصابات العضليه ما بين الكورونا وغيره ولاعبين دوليين، فوالا الملاعبين دوليين. هل لا سعد ريدي الرصيد البشري الكافي كما وكيفا حسام لمجارات البطوله والكونفدراليه الافريقيه والقيام بالتورنوفر اللي يكون ناجح؟ وهنا كومباريزون ديما نعملوها مع منافسه اللي هو الترجي الرياضي التونسي. خويا على اقل التجربه توا قاعده توري اللي كل مره قام بالتورنوفر يلقى الحلول وفوز بمباريات، انك تربح تطاوين في تطاوين مع تطاوين اللي قلنا في الاسابيع الاخيره تمر مردود ممتاز جدا مع شكري الخطوي، تطاوين ما زالت في موقع حرج وتلعب من اجل تفادي النزول، انك تمشي تربحها بتشكيله ثانيه صراحه معناها عندك رصيد بشري محترم تقدر تعول عليه، تقدر لما تحب تعمل تورنوفر تلقى لاعبين اللي تعول عليهم. مره اخرى لما تشوف التشكيله انت، انا ناكد لك العديد من المتابعين للبطوله التونسيه كي تقول له انت الجيبسي وتقول له ضاحي وتقول له ما يعرفهمش جمالي ما يعرفهمش، لكن اليوم تشوف التشكيله ثم اقل شيء 8-9 من سونتو دو فورماسيون، معناها دليل اللي وقت اللي اعطاهم الفرصه وفي ماتش صعيب وفي تيران صعيب وضد منافس صعيب لعبوا بكل راحه. كذلك ياسين العمري اللي خذوا الفرصه نتاعهم وراوا انه ثم نيفو محترم. كذلك ناخذوا، عملت انا معناتها قراءه في التشكيله تقريبا في كل بوستر ثم بين زوز ثلاثه ملاعبين، ما انا عنده رصيد بشري، القرماني المزياني زردوم الصفاقسي العمري بوتمان كوليبالي فخري العوجي المساكني بوخنشوش ايوب عياد بن عمر بعيو حاج محمود وجاك مبالي ممتاز جدا قاعد يكونفيرم تبارك الله الافكتيف موجود في الايطوال الشيخاوي. لا شوف اليوم اثبت بالكاشف انه النجم الرياضي الساحلي، تكلمنا برشا على مركز التكوين نتاعو، اليوم قاعد يخرج خاطر بعض الاحيان ايمن نقول والله سونت فورماسيون طلع لك 20 يخرجوا منهم كعبه اثنين، لا وقت اللي تخرج منهم 7-8 كاليتي معناها وترميهم في الموارد وتلقاهم حاضرين سبب دير اليوم. لسعد الدريدي محظوظ انه عنده رصيد بشري محترم مع الانتدابات اللي قام بهم النجم الرياضي الساحلي، عنده رصيد بشري يقدر يجابه به الدوري الكاس وكاس الاتحاد الافريقي. النجم الرياضي الساحلي البارح فاز 3 اهداف مقابل 1 امام الاتحاد تطاوين، المركز الثاني زيدي عزبي موقعه في المركز الثاني نجم الرياضي الساحلي. في صداره الترجي الرياضي التونسي البارح فاز فراس هدف مقابل 0 امام مستقبل الرجيش، ديبلاسمون صعيب منافس صعيب، مباراه الحقيقه كانت ممتازه حماسيه. في وقت ما الناس الكل مشات في النظريه وجهه نظر انه لو تعادل الترجي الهدف جاء في
ساعة الأخيرة. لو تعادل الترجي والنجم الساحلي فايز في تطاوين كنا نجمو نلقاو 4 بوان دو ديفيرونس ما بين الأول والثاني ومشكي وعاود من جديد. لكن الترجي الرياضي التونسي بهدف بالرمضان قبل حكينا على بالرمضان الحقيقة إكسبلوا وهذا المطلوب من اللاعبين الكبار إنه يل ديبلوك الوضعيات في وقت الصعيب. هو الترجي مع تحدى حطيت على تيتر الماتش اليوزور مع تالي كنا نعرف أنه رجيش على ميدانه فريق بيرفورمان يسجل ما يخاف من حتى أدفرسير خاطر مع تراو في رق اللي هي بتتصاعد جديدة كي جي فريق يلعب على البطولة يوخر اكسترا حاول أنه يوصل لمومندوري نتيجة التعادل. لكن ترجي أقوى كليرمان أنه كي عندك جواريت اللي سميتهم هذوم كالكل في وقت ما لكاليتي تكنيك باش تعمل فرق لعب فريق أولوول زادة ترجي البارح لا لا ما جيش يفادلك خاطر هذايا نفس الفريق اللي لعب ضد الزمالك نهار ثلاث فقط بن حميدة ما كانش احنا نقوله من أول الموسم أنه الترجي هو أكبر إفكتيف إكسترا وأنه باش يهز البطولة من غير مشكل باش يهزها من غير مشكل كي يربح نوعية المقابلات هذو مع أنه ضد فريق بروميو الإكستريور الترجي قادر باللي معناتها بالإفكتيف اللي عنده أنه يجيب المقابلة. برمضان كما قلت أنت هدف هدف ممتاز أنا شوية باللي معناتها كان هدف ممتاز تحكي على التير والجماليات الهدف وإلا التايمينج نتاعه ولا في كاسيتي نتاعه في كل شيء أنه وقت البونتو يوريك أنه جوار كونسيرني حتكش ربع ساعة الأخرى وإحنا نعرف قداش عندنا مشاكل في ربع ساعه الاخر جواريت تاع يديبلوكي لك الوضعيه ولا انه الى توني سونو انه الملاعب معناتها يمكن سجل ضد الزمالك هاو زيد سجل توا معناتها ولا قوه تهديف للترجي بالرمضان بن قردين مش هو زاد في اخر المباراه بن قردين في تحكي على مباراه ذيب هو سجل لما اي هو سجل أي في بن قردين هو حاسم معناتها يجيب في النقاط ويجيب في دي فيكتوار معناتها هذايا لابور اللي عنده ممكن الجوار اللي قاعد مازال يبحث على روحه شويه في الخط الهجومي بتاع الترجي هو عبد الباسط رينا توغي العب رينا الهوني عبد الباسط مازال يلوج في روحه ماذا بيه زاد يطلع في المستوى شوية خاطر الموسم قريب يوفى والترجي راه ما يستناش كان انت ماكش في المستوى راه فما زوز ثلاثة وراك على البنك ينجموا هما يلعبوا. حسام الحاج علي ثاني هزيمة لمستقبل جيش في ملعبه الموسم هذا الهزيمة الأولانية كانت ضد أولمبي اللاباجي نهار 30 ديسمبر 2020 نجموا نعتبروا زاد أول هزيمة في ميدان مستقبل الرجيش في عام 2021. الحقيقة كيفاش نقولوا الرجيش مفاش أو إكسبلوا ما عادش مفاش لأنه فريق ممتاز جدا والبارح أثبت في عديد من المرات حتى وقت اللي كان سكور صفر مقابل صفر كان ينجم يسجل وكان ينجم ياخو الافونتاج. وانا عجبني تصريح المدرب سعيد سيبي اللي كان واضح قال ما نجموش نلعبوا للترجي غير الطريقه لعبنا بها خاطر كان لعبنا الهجوم رانا نخسروا تو سامبلومون. شوف هو اختيار كل مدرب كيفاش يرى الكره. ثم مدرب يقول لك فريق قوي مني نمشي له القدام ونضغط عليه ونحاول ما نخليهوش يلعب. ثم مدرب يقول لك انا لا نستناه في مناطق نتاعي ونلعب الهجمه المرتده. هذه اختيارات ما ثماش راهي طريقه صحيحه. النجم يقول طريقه صحيحه حسبي انا لكن احنا شو نشوفوا المباراة الرجيش حتى تقريبا قبل 10 دقائق تقريبا من نهاية المباراة كان صفر مقابل صفر وجاتوا زوز ثلاثة فرص معناها في ستة امتار معناها مش محاولات فرص لكن باش نكونوا احنا منطقيين وواقعيين 90% من المباراة كانت سيطرة للترجي الرياضي استحواذ الرجيش لعب تقريبا 80 دقيقة عمل 90 وهو في 30 متر الأخيرة متاعه 10 قدام 18 متر مره كل 15 20 دقيقه يعمل هجمه مرتده مخترعه لكن اختار طريقه لعب. لكن اللي نعرفه واللي تعلمته واللي شفته في تجربتي نقولوا القصيره في الكوره 90% الفرق اللي تتكتل التالي وتقبل اللعب ضد فرق اقوى منها لازم باش تقبل بونتو 85 87 88 علاش؟ خاطر وقت اللي تقبل اللعب ايمن راك باش ترهق بدنيا وذهنيا تقبل لازم باش يجيك وقت من الماتش باش تغلط وباش شويه ديكونسونطراسيون في مركز هي من الهدف نتاع الترجي ماهوش غلطه مش ديكونسونطراسيون الهدف موش ديكونسونطراسيون خاطر الناس كل تكلمت على هدف بالرمضان اكسبلوا الحقيقه انا نحب نتكلم من الطريقه الفنيه كل شيء قالوا صحيح لكن اصعب حاجه في الهدف اللي ما تكلمتش عليها الناس اللي تير سون زيلون من ثبات واقف في بلاصته الكره اللي سقطت مش انت تنجم تبروسيها وتحطها في اللونج الاولاني معناها نتاع مخالفه وتحط انت فوق خاطر اي انسان من الجهه هذيك باش يحطها اون رولي في الدوزيام بوتو دونك هنا من غير ايلون وتشوتها بالطريقه هذيك وبالقوه هذيك بالدقه هذيك شنو تحط يساوي امامها كاليتي تكنيك كبيره
واضح جدا. فقط هنا ثم يقولون انه طاهي سنخنيسي هو اللي سجل امام اتحاد بن قردين. لا مش نحكيو على مباراه الذهاب. فوالا فوالا خلينا نصلحها باش تبدا الامور واضحه. مباراه الاياب بين ترجي وبن قردين في المنزه سجلوا طاهي سنخنيسي، لكن المباراه اللي حكى عليها حسين مباراه بن قردين وترجي في الذهاب في بن قردين فات هدف مقابل صفر سجلوا محمد علي برنظام. باش نخرجوا فاصل صغير وباش نحكيو على سي اس اس والنادي الافريقي وفوزه نهار السبت امام النادي الرياضي البنزرتي. تسمو في سبور بلس من 7 على 8 نتاع الليل. رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:47 دقيقة. توتسويت باش نحكيو على مباراة النادي الرياضي صفاقسي والتعادل البارح أمام اتحاد بن قردين. تاكو تاك. دونك بعد 4 مباريات للإطار الفني الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي نحكيو على البطولة، نزيدوهم 2 ماتشات نتاع بطولة افريقيا اللي 6 مباريات وبعد نتائج مسجلة مقارنة بأنيس بوجلبان نحكيو على الإطار الفني الجديد بقيادة مورسيا. هل ممكن سؤالنا في التاكو تاك حسام وفراس، هل ممكن الحكم من الآن ونقولوا انه هيئة السي اس اس اخطأت في تغيير الإطار الفني بقيادة بوجلبان، وإلا الوقت مازال بكري للحكم على هكذا استنتاجات؟ بتبيع سؤال ذا استنادا على الاستاتيك اللي يقولوا 2 تعادل 2 هزيمة وصفر فوز الإطار الفني الجديد، مع العلم أنه آخر فوز للنادي الرياضي الصفاقسي في البطولة يعود إلى فوزه ضد النجم الرياضي الساحلي بقيادة أنيس بوجلبان، وسي اس اس موجود وابتعد عن المراهنة على المركز الثاني. حسام الحاج علي نبدأ معك جاوبنا على سؤال هذا في 40 ثانية. 3-2-1 توب كرونو. على الأقل أنا جاوبت عليه قبل ما نشوف النتائج. أول ما تنحى بوجلبان نشوف في راس مش لازم. لا مش وريك اللي النتائج كي كونفيرمي. قلنا احنا فريق فايز عن النجم الرياضي الساحلي في سوسة وفريق مربح ماتشاته كل في صفاقس وفريق في المرتبة الثانية وينافس على البطولة، ما عندك حتى سبب حتى لو مش مقتنع تكمل الموسم ومن بعد تحكم تحب تغير غير. هنا اليوم هذه تداعيات التغيير، مدرب ما يعرفش اللاعبين، مازال ما يعرفش التشكيلة، مازال يلوج. أنا وقت اللي نشوف في راس شوات في المباراة الإفريقية على دكة الاحتياط وزيد الجبوع هذا على